اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا النوع واين دوت، واين دوت ايضا هم بي الوان، هم السعر مالته حسب اللون. هذا اللون واين دوت سيلفر، واين دوت سيلفر. هم البيض مالته يصير نفس العرب، يعني دجاج العرب، هم النسبة مالت البيض مالته يعني 30-35 بيضة ترجع تقطع الدجاجة. هذا سعر الدجاجتين والديج 300 دولار، 300 دولار سعرهن. هذا يصير نوع خشن والوان حلوة بيه، يعني هذا مستورد تركي ايضا بالوان هواية اكو. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.